اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية ومواصلة زيادة إنتاج الفدان. ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والري بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء منها. كما شدد الرئيس السيسي على أن هدف المشروعات الكبرى هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال ضمان الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل إضافية. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية العلاقات على كافة المستويات بين مصر والسعودية، لا سيما على المستوى الاقتصادي. وأضافت المشاط خلال جلسة مباحثات مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن الحكومة المصرية حريصة على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين البلدين، انطلاقا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة. أكدت اللجنة العربية الإسلامية برئاسة السعودية أن هناك تطابقا بالمواقف مع الصين بضرورة وقف الحرب في غزة. وقالت اللجنة في بيان إن على مجلس الأمن الدولي التحرك فورا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في القطاع، مشددة على أهمية إحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الحرب في غزة أودت بحياة العديد من الأشخاص في وقت قياسي وبمستوى من الوحشية لم يشهده العالم منذ عقود، حيث استشهد أكثر من 4600 طفل في 5 أسابيع. وأضافت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية يعد خطوة إيجابية من جانب المجتمع الدولي، لكنه لا ينهي الحرب المستعرة ضد الأطفال. أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 340 من جنود الجيش الأوكراني خلال صد هجماته، وكذلك بغارات جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع أوكرانية في مختلف محاور القتال خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية اعترضت 3 صواريخ من نظام هايمارس وأسقطت 5 طائرات أوكرانية بدون طيار. كشفت تقارير بريطانية عن أن غواصة نووية تابعة للبحرية البريطانية محملة بصواريخ نووية وطاقم مكون من 140 شخصا كادت أن تغرق بسبب خلل في مقياس العمق. وأوردت صحيفة ذا سن أن الغواصة التي كانت تحمل صواريخ باليستية من طراز ترايدنت 2 كادت أن تدخل منطقة خطرة.